هذا اللقاء هو أول لقاء تنظمه هيئة المحامين بتطوان مع جمعية صوت المحامية، وهي جمعية فتية تأسست مؤخرا من طرف زميلات تنتمين لهيئة المحامين بتطوان، وهذا شرف كبير للهيئة أن تشتغل إلى جانب هذه الجمعية، لا في هذا اللقاء ولا في اللقاءات المقبلة إن شاء الله. طبعا هذا اللقاء يأتي لتسليط الضوء على موضوع مهم له رهينته، يتعلق الأمر بالمنازعات المرتبطة بحماية المستهلك التي استضافت له أو لهذا الموضوع الهيئة أساتذة مختصين، منهم رئيس الجامعة الوطنية لجمعية حماية المستهلك، وكذا أستاذ جامعي إلى جانب أستاذ زميل من هيئة فاس متخصص في هذه المادة، لتسليط الضوء على مجموع المنازعات المثارة بخصوص هذا الموضوع، وكذا وسائل الإثبات وحق اللجوء إلى القضاء إلى غير ذلك من الأمور المرتبطة بهذا الموضوع الذي نعتبره شخصيا في هيئة المحامين بتطوان من المواضيع المهمة التي ينبغي أن ينصب أو ينكب الزميلات والزملاء المحامين على الاشتغال عليها نظرا لأهميتها بالنسبة للمواطنات والمواطنين. الأستاذة فاطمة الزهر زيان، محامية بهيئة تطوان ورئيسة جمعية صوت المحامية بتطوان، يأتي تنظيم هذه الندوة في إطار الأنشطة الفكرية والثقافية التي تنظمها جمعية صوت المحامية بتطوان بشراكة مع هيئتنا العتيدة هيئة المحامين بتطوان داخل هذا الصرح المعماري العظيم الذي هو دار المتوسطية للمحامين. في هذه الندوة نسلط الضوء على قضية من القضايا المهمة التي تهم المواطنين والمواطنات وحقهم في الولوج المستنير للعدالة كمستهلكين بمشاركة قيمة من المتخصصين في هذا المجال، ونتمنى أن تشكل ندوة اليوم خطوة مهمة في مجال التحسيس والتوعية بموضوع حماية المستهلك. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ العزوزي مهدي، محامي بهيئة فاس. كما لاحظتم اليوم نحن يعني نحاضر في ندوة حول منازعة الاستهلاك. الكل يعلم على أن هذا القانون يعتبر من أهم القوانين الاجتماعية، خاصة بعد مرور ما يناهز تقريبا 13 سنة على صدور هذا القانون. لاحظتم على أن المداخلة التي حاولنا من خلالها الوقوف على مجموعة من الخصوصيات التي تتمتع بها منازعة الاستهلاك، إن على مستوى قواعد الاختصاص أو على مستوى الإثبات أو على مستوى التقادم، وكذا من خلال الصلاحيات الجديدة التي منحت للقضاء في إطار إعادة توازن للعلاقات التعاقدية بين المستهلك والمورد، وكلها آليات سمحت لنا بالقول على أن فعلا قانون 1308 على مستوى القواعد الإجرائية جاء بمجموعة من المقتضيات الجديدة من خلال تقريب القضاء من المستهلك على مستوى الاختصاص، ومن خلال إعادة النظر ولو بشكل جزئي على مستوى قواعد التقادم خاصة المادة 65، وهذا أحالنا مباشرة على الجزء الثاني من هذه المداخلة والتي حاولنا من خلاله الوقوف عند بعض الدعاوى المتعلقة بحماية المستهلك، ولعل أهمها دعوى الإمهال القضائي ودعوى التوقف على الأداء والشروط التعسفية ودعوى الضمان. ولاحظتم على أنه دعوى الإمهال القضائي تحظى بالسبق على مستوى الممارسة العملية. هناك مجموعة من الشهادات القضائية التي حاولت تفسير مقتضيات المادة 149 من قانون حماية المستهلك، وكلها كانت تخدم المصلحة ديال المستهلك، باستثناء النقطة التي لا زالت تعرف نقاشا على مستوى بعض المحاكم، وخاصة المسألة المتعلقة هل ينعقد الاختصاص للقضاء الاستعجالي أم للقضاء الولائي. ولكن في المجمل ينبغي التأكيد على أن بدون يعني إشاعة ثقافة حماية المستهلك لا يمكننا أن نصل إلى المبتغى، وهو تحقيق حماية فعالة ومنصفة للمستهلك في العلاقة التعاقدية مع المورد.